أولى محطتنا رح نبدأ مع محطتنا الطبية اللي رح نحكي فيها عن التهاب القصبات الشعرية لدى الأطفال، أسبابه وطرق الوقاية والعلاج. بدنا نرحب بالدكتور محمد وائل شحاده، ماجستير في أمراض الأطفال والرضع وحديثي الولادة، وماجستير في أمراض الكلى لدى الأطفال. صباح الخير دكتور محمد. صباحكم، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، صباحكم. صباح الخير دكتور. يعني صباح بداية دائما بنعرف انه بهذا الوقت او فتره الشتاء بيكثر الجريب عند الاطفال، نزلات الرشح والبرد خاصه بالمدارس، لكن هلا عم نشوف موجه كثير كبيره. خلينا نحكي عنها، وما هي ما هو التهاب القصبات العاليه بيقولوا له للاطفال؟ طيب هلا هو بصراحه نحن دائما اول موسم الجريب، يعني من اول ما بلش الخريف بالشهر التاسع، بننصح انه الاطفال ياخذوا لقاح الجريب لحتى ما يجيهم القريب القوي كثير اثناء الشتاء، خصوصا الاهالي بيعرفوا انه ابنهم بيقرب قريب كثير ثقيل اثناء الشتاء. بس الشيء اللي حاليا صراحه اللي ما عم يساعدنا كثير انه هذا الفيروس الار اس في او البارا انفلونزا والمشابهات اللي بتعمل التهاب القصيبات الشعريه عند الاطفال ما لها لقاح مع الاسف يعني. فهون نحن ما عندنا شيء نحمي طفلنا فيه، انه غير انه ندفيه نبعده عن البرد، نبعده عن اي شيء محسس ممكن يأذي القصبات مثل الدخان، مثل روائح الزيوت القلي او روائح الغبار الموجوده، عشان نخفف عنه هاي الموجه اللي ممكن تصيبه خلال فتره الشتاء. التهاب القصيبات الشعريه صراحه هو عباره عن مرض بسببه فيروس البارا انفلونزا او الار اس في، بيعمل عنا تضيق بالقصبات عند الطفل، تضيق بالقصيبات، بيرافقوا هذا الشيء افراز مخاط غزير، المخاط بيسد القصبات بالاضافه لتضيقها، مما بيؤدي لصعوبه تنفس كبيره عند الاطفال. الاعمار الصغيره بنلاحظ صار عندهم ضعف رضاعه، بطلوا يرضعوا، ما عم يحسنوا ياخذوا حتى دجاج الحليب، عندهم زله مستمره، ممكن يصير عندهم ترفع حراري مع سعال وعطاس وسيلان انف بشكل مستمر. الاعمار الصغيره كثير نحن كثير قدام تحدي كبير قدامهم، لانه هدول ما بياخذوا ادويه رشاح ولا بياخذوا ادويه السعال التقليديه، فنحن ما عندنا هون غير السيرومات الانفيه مع السحب، بنعلم الام كيف تسحب لها لطفلها بالاجازه تسحب المفرزات مشان ما تركها المفرزات بتتعبوا اكثر. نعم دكتور، خلينا نحكي عن ذات الرئه عند الاطفال، يعني كثير عم نسمع مصطلحات وامراض يمكن عم يعانوا منها الاطفال وعم تكون مزمنه او لمدى طويل او علاجها هو طويل الامد، خلينا نحكي عن ذات الرئه وعن علاجها الصحيح، ونحكي ليش عم تطول كثير فتره الشفاء من ذات الرئه. نعم. هلا الامراض التنفسيه كلياتها تقريبا عندها نفس الاعراض بتعطيني اياها، هذا الشيء بيخلينا نحن كثير نكون حريصين مراجعه الاطباء لحتى نعرف بالضبط شو هو المرض وبالتالي نعالجه علاجه الصحيح. كل الامراض التنفسيه حتعطيني سعال وعطاس والتهاب قصبات وترفع حراري مع صعوبه بالنفس. هلا شو هو المسبب؟ هل هي جرثومه؟ هل هو فيروس؟ هل هي في اصابه بالرئه ولا لا؟ بس التهاب قصبات؟ هذا الشيء بصراحة بيطلب منا استقصاءات إضافية، ممكن نطلب صورة الصدر لحتى نشوف الإصابة الرئوية في تكثف بصورة الصدر بيدل إزالة رئة أو لا، ممكن نطلب وظائف الرئة، ممكن نطلب تحاليل لو إنه روتينية مخبرية سي بي سي سي آر بي، نطلب ساعة تسفل لنشوف هل الإصابة هي فيروسية عادية وعندي لا صيغة جرثومية ممكن توجهني أكثر لأني استقصي أكثر ودور على موضوع ذات الرئة. ذات الرئه بصراحه هي نوعين، نحن او خلينا نقسمها لبندين كبار، عندي ذات رئه مكتسبه بالمجتمع، هي غالبا بتتعالج ضمن المنزل بالادويه العاديه والصادات العاديه. عندي ذات الرئه الاخطر اللي هي مكتسبه ضمن المشفى، دائما جراثيم مشفويه عم تكون جراثيم معنده، عم يكون في صعوبه بعلاجها وصعوبه بالقضاء عليها. ذات الرئه مكتسبه بالمجتمع بصراحه هي بتاكل وقت علاجها، يعني جرثومه اللي بتعمل لي ذات الرئه بأعمار المدارس ممكن يكون كلاميديا، بالأعمار الصغيرة مكورات رئوية، هي بتاكل وقت بالعلاج، يعني بدي أنا فترة طويلة 14 يوم أو 21 يوم حتى أحسن أقول أنا انتهيت من العلاج ذات الرئة، ما في شيء اسمه ناخذ دواء التهاب يومين ثلاثة ونتركه، ما في شيء اسمه ناخذ دواء التهاب يوم أربع خمس أيام ونوقف، تمام؟ فإحنا قررنا إنه هذا المسبب هو جرثومي، فأنا بدي أعطي علاجي والصاد المعالج لمدته الكافية. تمام. هون كمان خلينا نحكي عن العلاج اللي عم يقوموا فيه بدون استشارة طبيب، يمكن
بيعطوا الأطفال يعني مثل ما حكيت يومين ثلاثة بحسوا تحسن فبيوقفوا له الدواء بصير في شيء عنده اسمه نكس. فخلينا نحكي عن هذا الموضوع. هلا هو تعرف احنا دول برا ممنوع انه ينعطى اي دواء لاي شخص بدون وصفة طبية. نحن نتمنى هالشيء كمان يكون موجود عندنا بصراحة. هلا في أدوية هاي مثل السيتامول مثل البروفين مثل المسكنات عم يجيبوها لو انه بدون وصفة. اما موضوع الصادات بالذات يعني بتمنى ما حدا ياخذ صاد الا باستشاره طبيبه. انه احنا هلا حاليا شوفت عينك يعني الجراثيم الموجوده الاصابات الموجوده الامراض ونحن ما عاد عندنا صراحه الصادات اللي اسلحه اللي بين ايدينا لنحارب هالفيروسات. فاذا نحن الصادات استعملت بشكل عشوائي فقدنا قيمتها فقدنا اهميتها العلاجيه وبالتالي ما عندي شيء عالج فيه. يعني نحن ممكن بعد فتره صرنا حاليا نستعمل صادات كنا ما نستعملها قبل سيفاسبورين جيل ثاني وجيل ثالث وحتى المشافع عم يستعمل صادات جيل رابع وجيل مطور ما كان يستعملها برا ابدا. فهلا هذا الشيء كله سببه هو الاستعمال الخاطئ للصادات والاستعمال بشكل عشوائي. بتمنى هذا الشيء بصراحه ما يكون موجود. نعم دكتور هلا موسم لقاح الجريب عند الاطفال كثير بنشوف لحالي يمكن عم بس بدهم يدبروا لقاح الجريب لانه هو شوي بيوقي الجسم من الجريب. خلينا نحكي عن هاللقاح وهو هل بيحمي النزلات البرد على الصدر؟ هل هو عن جد بيمرق الجريب مرور الكرام؟ هل هو بيحمي من الكورونا ولو 1%؟ خلينا نحكي عن هاللقاح يلي يمكن صار بالفتره الاخيره متاجره لدى بعض الاطباء. هلا موضوع لقاح الجريب هو برجع بقول لك احنا الفيروس عم يعمل التهاب قصبات شعريه هذا ما له لقاح. يعني لقاح الجريب ما راح يعميني منه ابدا لانه الجريب احنا عم نحكي هل اللقاح بخفف من نزلات البرد على الصدر؟ هل شوي بخفف الاصابه بالكورونا؟ خلينا نحكي عن هاللقاح نضوي شوي للعالم يلي يمكن عم تدفع الاف المصاري لحتى تحصل على هذا اللقاح. فبتقلت لك لقاح الجريب هو فيروس الجريب بحد ذاته هو ال H1N1 او H1N2 بتلاحظي دائما انه بيطور من نفسه. يعني احنا سمعنا قبل فتره انفلونزا الطيور بعد مرنا انفلونزا خنازير بعد مرنا عده انواع من الامراض الانفلونزا وكل مرض يعني كان له كمان نحاول احنا نلاقي لقاح لهذا الفيروس فورا بيطور نفسه او بيغير من تركيبته البروتينيه حتى يهرب من هذا اللقاح اللي احنا عم نشكله او نكون ضده. بس برجع بقول لك بالنهايه انا وقت باخذ لقاح جريب ضد مثلا H1N1 ممكن يحميني من حتى من الاصناف الثانيه لانه هي بالنهايه الفيروس بيغير فقط شكله البروتيني ما حيغير محوره كامل ما حيغير الدي ان اي تبعه بشكل كلي. فانا وقت باخذ لقاح الجريب ايه اكيد تجيني موجات نزلات البرد اخف بيجيني امراض الشتويه بشكل اقل. لا هو موضوع يحمي من كورونا ما له في اي تواصل بين لقاح الجريب والكورونا. بس احنا اجمالا حتى فينا نكون لقاح الكورونا مع الاسف لهلا ما في لقاح اطفال كورونا الا من شركه واحده صنعته وما في ترخيص باستعماله حاليا. فنحن بنحمي نفسنا من اي مرض فنحن بنحمي نفسنا كمان من امراض ثانيه. فانا برجع لا بنصح بصراحه اللي بيحسن يامن اللقاح ياخذوا قد ما كان بيحسن يحمي طفله من خلينا نقول 30 40% من النزلات ممكن تجي. تمام نعم يعني فينا نقول انه اللقاحات هي فعاله بالنسبه للجميع والاطفال يعني ممكن هن امنه يعني تعتبر امنه في حال توفرت لهم. لكن خلينا نحكي ونفرق دائما بنقول بين الفيروس وبين الجرثومي يعني خلينا نقول الادويه الالتهاب ما لازم كمان تنعطى بنرجع بنقول بلا وصفه طبيب. هون كمان عم بنشوف انه احيانا الرشح هو فيروس فاول ما يرشح الطفل عم تعطيه الام دواء التهاب يمكن عم يسبب له هذا الشيء يمكن التهاب. قديش لازم تنتبه لهذا الموضوع؟ صراحه الفكره اني عند الخاطئه عند الاهل انه بنظر اي ترفع حراري معناتها في التهاب. بعدها لازم فورا اروح اعطيه ابر روس وفورا لازم اروح اعطيه دواء التهاب لانه عليه حراره. الفيروس بسبب حراره بكل بساطه ممكن حراره حتى 39 درجه بدون وجود اصابه جرثوميه. في شيء يوجه للاصابه الجرثوميه هو السير الغير طبيعي. نعم. يعني زله بسيطه هي ممكن بكل بساطه يكون سببها فيروس. اما وجود ترفع حراري شديد وجود وهن عام وجود سعال ما عم يتحسن لاي دواء قبل ما نستعمل صادات يكون في صورة صدر. يعني صورة صدر تعطيني ترسمني انه والله هون في تكثف لا معناتها اصابة جرثومية. نعم. موضوع التهابي بالعموم حتى لو كان جرثومي او فيروسي كثير انا ممكن اقضي عليه بمجرد عصير ليمون او عصير برتقال او مضامة دموية
وادويه طبيعيه مقادره تقضي لي على هذا الفيروس. نحن بالنهايه عندنا شيء يعني الله خلق لنا اياه وسلاح مجاني هو الجهاز المناعي تبعنا. نحن ممكن نساعده مساعده بسيطه وبالنهايه هو قادر يقضي على معظم الفيروسات. الجهاز المناعي القوي الصحي الصحيح قادر يقضي على معظم الامراض بصراحه. نعم. ما بصير الامراض الا يكون في ضعف في هذا الجهاز المناعي. دكتور كثير هلا الوضع المعيشي والاقتصادي لدى السوريين صعب جدا، اغلب الناس صاروا عم يتدفوا على ممكن ورق مستعمل من قبل، ممكن يلجأوا اذا كان وضع ماشي الحال الى الحطب. خلينا نحكي اليوم عن استنشاق هي المواد، ويمكن في مواد سامه من البلاستيك عم يتم حرقها للتدفئه عليها. يمكن اغلب الصوبيات بالبيت تحولت الى صوبيه حطب، صوبيه نحط فيها ثياب قديمه، اي شيء قديم لحتى نتدفى بفصل الشتاء. استنشاق هي المواد قديش هي مضره وخاصه للاطفال، واذا ولابد نحن مضطرين انه نتدفى بهي الطريقه، شو هي الاجراءات الصحيحه يلي لازم ناخذها لحتى نحمي حالنا، نحمي جهاز التنفس وصدرنا؟ هلا بصراحة نحن فعلا راجعتنا حالات سعال معندة ما كثير استجابت على أي دواء، اكتشفنا بالنهاية إنه هدول الأهل عايشين بمنزل رطب وما بده يدخله الشمس، نحن في قاعدة لك إنه المنزل تدخله الشمس لا يدخله طبيب، يعني وجود الشمس بحد ذاته بيحميني كمان من 60-70% من الأمراض. هي المواد اللي عم تحكي عليها حضرتك إنه بلاستيك أو حطب حتى ورق شجر أو أغصان زيتون بيستعملوها بتشغيل الصوبيات. هلا الفكره صوبيه الحطب النظاميه احتراقها اذا كان كامل اوكي ما في مشكله منها وبتعطي تدفئه جيده جدا. بكفي انه انا بعد بالفتره اللي ما فيها استعمال لهالصوبيه نفتح النوافذ شوي نهوي البيت، يعني اذا نحن مضطرين ما في عندنا حل ثاني بنهوي البيت بنستعمل مواد مثل انه يكون حطب نظامي احسن لانه او اغصان شجر او ورق شجر او بذر الزيتون حتى كثير بيعطي اشتعال جيد. اما موضوع استعمال البلاستيك او ورق او هي فدول بنخاف موضوع يكون احتراق غير كامل. نعم. No. يعني الاحتراق الغير كامل انا راجعتنا حالات لبالغين مو اطفال صراحه، تسمم باول اكسيد الكربون بسبب الاحتراق الغير كامل لهي المواد. بتلاقي الناس معظمهم عندهم سعال، عندهم صداع، عندهم دوار، وبيفكر انه قصته قصه ضغط، بالنهايه القصه هي استعمال هي الصوبيات واستنشاق غير نظاميه. فلا نحن اذا اضطرينا عليه يكون في تهويه النوافذ قد ما كان، نحن نحاول نكون بمكان فيه شمس. نعم. احسن نتعرض له بيوتنا لو تعرضنا له برا بالمشي بهي الفتره هي، بس لانه الشمس كثير ضروريه بصراحه لصحه الانسان. صحيح، الشمس ضروريه وتهويه المنزل ضروريه في حال ايضا يعني لو كان خالي من الامراض. نصائح بتحب توجهها لكل اللي عم يتابعنا حاليا وخاصه هلا فتره المدارس والامهات تعاني كثير من الامراض للاطفال، بتجي بتلاقي ابنها مريض فجاه، كيف فيها هيك شويه وقايه يعني؟ لا صراحه انا كثير جتني حالات انه اهالي قالوا لنا انه ابني طاب راح المدرسه رجع مريض، كمان نحن هون ما عم نحسن نحن انه كمان نغيبه عن المدرسه بشكل كامل، يعني التعليم ضروري صراحه. الجهل مرض اكثر من الامراض اللي ممكن نشوفها حاليا. بهمنا نحن بس يكون في اجراءات الوقائيه اللي ممكن يتخذها الطفل ضمن المدرسه، نفسه ممكن يتغذى حتى ضمن المنزل. نعم. نركز على الغذاء الصحي، هلا موسم الشتاء نحن دائما بدنا مشروبات دافيه، بدنا شربات دافيه حتى الطفل يدفي الجهاز التنفسي عنده ويحسن ياخذ مناعه جيده. نحرص على الغذاء السليم، نحرص على الغذاء الصحي، يكون في ممارسه للرياضه والنوم بوقت مبكر مشان نرفع مناعه الجسم، ونتمنى بصراحه السلامه للجميع. نعم. نحن ايضا بدنا نتمنى السلامه وان شاء الله الشتويه تمرق باقل اضرار على الاطفال وعلى الكبار ايضا. نحن كثير بدنا نشكرك دكتور، اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لك، اهلا وسهلا. شكرا لك دكتور وائل شحاده، ماجستير في امراض الاطفال، نورت صباحنا، شكرا لك. اهلين يعني.